ثلاثة الوصلة الأفقية. زي ايه؟ اتصال السين بالصاد، اتصال الشين بالطاء، بالقاف، بالواو، زي ما احنا هنشوف. السين كلها وصلة أفقية، صاد مثلا، شين مع طاء، شين مع قاف، أو سين مع واو، كلها أمثلة. يبقى الوصلة الأفقية سين مع صاد أو شين مع طاء، اتجاه السهم بيوضح مكان الوصل، كذلك السين مع واو.